اهلا بكم في فيديو جديد من قبل ما تشتري الفيديو ده احنا بنتكلم فيه عن البرفان قبل ما سيادتك تجيبه وانت مش عارف عنه اي حاجه في اي حاجه وتلبس فيه في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان فيديو النهارده هنتكلم فيه عن دانهل ايكون ايليت اللي هو دانهل ايكون الاسود اتكلم عنه باستفاضه اقول لك عنه شويه نقط تعرفها قبل ما تجيبه وتحطها في اعتبارك قبل ما تقرر ان انت تشتريه بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزع الخنفري واحده سبسكرايب اكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الأفضل وانصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي برضو الخنفري على الانستجرام والخنفري متاح في مصر والخنفري بيحضر المفاجاه كبيره دلوقتي ويلا بينا نبتدي الفيديو نبتدي الفيديو النهارده باول حاجه تعرفها عن دانهل ايكون اليت ايه حكايه البرفان ده هو البرفان ده فلانكر من ضمن الايقون الأوريجينال او ما نزل لونه سيلفر او فضي وحقق نجاح كويس طبعا ناس كتير بتحبه ولكن نزلوا منه كذا فلانكر اللي اسمه ريسنج واليت وفي بلاتينوم تقريبا فانا ما كنتش جربت البارفان لغايه الاسبوع اللي فات لان في متابع كريم فضل يعني يسال عن البارفان ده كتير 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 فحسيت يعني ان انا البارفان ده واضح ان هو عامل ضجه بالنسبه له ولا حاجه فقلت اني اجرب ده من البارفانات اللي يعني اقدر اقول ان هي بيزك شويه يعني ما فيهوش افتكاسات كتير ولكنه كويس. نبتدي بأول حاجة ريحة البرفان ده عاملة ازاي؟ ريحته ممكن اصنفها لك ان هي ودي اروماتيك شوية تحس ان البارفان فيه شوية سبايسز برضو فيه نوتة حبهان ولكن مش هي الدوميننت قوي، هو الدوميننت فيه ان هو خشبي. يعني تحس ان نوتة الاخشاب فيه هي المسيطرة وبعد كده بتيجي شوية توابل تانية، ففي المجمل ريحة ما هيش مميزة قوي ولكنها جميلة جدا، ماس بليزنج بمعنى ان الناس كلها بتحب الريحة دي، محدش بينزعج منها اطلاقا. من البرفانات اللي هتبقى مرضيه ليك واللي حواليك ايا كان ذوق الناس اللي حواليك او ايا كان ذوقك الشخصي البارفان ده من النادر قوي ان انت تبقى منزعج منه او ما تحبوش فمن ناحيه الريحه ريحته جميله جدا ومن ناحيه الجوده جوده دانهل بشكل عام جوده كويسه مش هي مش يعني دي مش اعلى جوده في السوق ولكن هي من ال من جوده البارفانات الكويسه جدا المحترمه ودانهل بشكل عام من الشركات اللي انا شخصيا بحترمها ومن الشركات اللي بحب منها بارفانات كتير جدا طبعا المفضل بالنسبه لي دانهل لندن ولكن دانهل ايكون برضو من الحاجات الكويسة اللي الجودة مش هتخزلك وريحته جميلة ومرضية لمعظم الأزواج نروح لثاني حاجه تعرفها عن البارفان ده الا وهي الفيرسيتيليتي او تعدديه الاستخدام تستخدمه امتى وفين وازاي وايه هي فصول وظروف الاستخدام المناسبه ليه هو البارفان ده يصنف ان هو شتوي او خريفي يعني ما ينفعش تستخدمه في الصيف ما ينفعش تستخدمه الجو حر او لو الدنيا شمس هو مناسب للاجواء المياله شويه للبرد او ممكن اقول الاجواء المعتدله فهو مناسب يعني في حته تعدديه الاستخدام مناسب ممكن تستخدمه بالليل او بالنهار كاجوال او فورمال ممكن تستخدمه في اي فئه عمريه يعني مش هيعمل لك تقييد يعني بأي شكل من الاشكال ولكن من البارفانات اللي هي مياله ان هي تبقى شتوي اكتر من انها صيفي فحط ده اعتبارك واعرف النقطه دي قبل ما تقرر ان انت تشتريه. نروح للنقطه اللي بعد كده وهي حاجه بتهم ناس كتير عامل الاطراءات بشكل عام سواء من السيدات او من الناس اللي حواليك بشكل عام هل البارفان ده بيجيب لك اطراءات في المطر في المطلق يعني ولا الناس ما بتعتبروش ان هو بارفان مميز؟ هو بصراحه في تجربتي المتواضعه ليه الفتره اللي فاتت ما جابليش اطراءات اطلاقا ولكن اتوقع ان هو ده بسبب ان ريحته يعني بيزك شويه او مش ماش حاجه مميزه قوي ولكن من البارفانات اللي مش هتسبب ازعاج للي حواليك محدش هيقول لك ان البارفان ده يعني مسبب له ازعاج باي شكل من الاشكال وانت شخصيا بتحس البارفان بليزنج يعني البارفان ممتع جميل مش مش وحش ولكن مش هيبقى هو مغناطيس الاطراءات زي ما انت متوقع ولكن من البارفانات الجميله اللي بتقضي الغرض فمن حته اعتمادك عليه للاطراءات دي حاجه ترجع لك انت ولذوقك الشخصي ولذوق الناس اللي انت بتتعامل معاهم فيعني دي حاجه اقدر اقول ان هي شخصيه شويه مع البارفان ده نروح لنقطة ثانية مهمة مع البرفان وهو الأداء، أداء البرفان ده كان كويس مناسب أقدر أقول لك إن هو فوق الست ساعات مستريح ممكن كمان تضرب في تمن تسع ساعات لو أنت يعني إيه بحبحت معاه ورشيت كتير منه، الفوحان بتاعه كويس في أول طلعة في أول ساعة مثلا ساعة ونص وبعد كده بيبتدي يقل تدريجيا وبينزل بصورة لينير شوية ما بينزل يعني ما بيختفيش أوت أوف نو وير كده لا هو بي بينزل تدريجي أو بينزل بصورة خطية شوية والبرفان بشكل عام من الحاجات اللي يعتمد عليها في حته الاداء يعني ممكن يكفيك في يومك لو انت بتنزل الصبح وترجع بالليل هيبقى البرفان مناسب جدا ويعني هتعتمد عليه في حته الاداء الى حد كبير، طبعا ده بيختلف برده على حسب نوع الملابس اللي انت بتبقى لابسها وبترشه على ايه بالظبط سواء على الجلد او على الهدوم وانهي نوع هدوم والكلام ده، ولكن في المطلق البرفان من البرفانات اللي ادائها مرضي ومش هيسبب يعني قصور في اي حاجه من من نقطه الاداء سواء ثوابات او فوحات. نروح لاخر حاجه تعرفها عن البارفان ده قبل ما أجيبه قالوا وهي سعره هل انصحك انك تجيبه ولا لا سعر البارفان ده تقريبا 60 دولار للازازه هل انصحك انك تجيبه ولا لا والله هو بارفان بيزك وجميل يعني هو مش هيخسر لو انت عندك القدره ان انت تجيبه ويبقى حاجه يعني لمجرد التغيير وخلاص ممكن تجيب البارفان ده لو عايز تعتمد عليه اعتماد كلي فالبارفان ده مش مناسب لفصل الصيف فلو انت عايز تجيبه كحاجه شتوي ممكن تحطه في اعتبارك كحاجه شتوي من البارفانات اللي جودتها محترمه برضه مقابل سعرها فممكن تجرب البرفان ده الاول لو عندك القدره ان انت تجربه الاول قبل ما تقرر انك تجيبه وفي المطلق من البرفانات اللي مش هتخسر لو جبتها وخصوصا ان هو سعره دلوقتي بالمقارنه بغيره في الاسواق هو سعر مناسب جدا يمكن كمان سعر رخيص جدا للبرفانات دلوقتي فده من الحاجات يعني اللي جوده دانهل تتحدث عن نفسها وقيمه مقابل سعر هو برفان محترم جدا